لكم في ترانكيل ال 34 دقيقة نحكيو على يوم خاص بتلقيح الفنانين والموسيقيين غدوة في مدينة الثقافة. من هم المعنيين؟ شنو ما شروط الانتفاع ولا تلقي تلقيح هذايا؟ أكثر التفاصيل معنا مباشرة سي محمد هيدي جويني، مراسق عام مدينة الثقافة. مرحبا بك سي محمد هيدي. مرحبا، شكرا لك، شكرا لعلي، شكرا لراديو ماد. يعيشك، فرحنا ياسر بالخبر هذايا. دونك الفنانين ياسر تقلقوا تشكيو توا براتيكمون عامين ما خدموش، التلقيح ينجموا يخليهم يرجعوا لحياتهم العاديه، وهذايا اللي نتمناوه. الوغ غدوه مدينه الثقافه باش تستقبل كل الفنانين لتلقي التلقيح بيان سور، اللي مقتنعين بالتلقيح. خليني نقول هو في الحقيقه فما نسبه كبيره ياسر من الفنانين وايضا الشعب التونسي اللي يتلقى التلقيح. اعتقد انه الحملات الكبيره والمجهود الوطني الكبير اللي تبذل في المده الاخيره يبشر بكل خير، ولكن احنا نقول انه في اطار معاضده المجالات الوطنيه للتلقيح ضد فيروس كورونا، وايضا كما ذكرت من دول انه تشريع تفعيل الحياه الثقافيه وعودتها لنسقها العادي لمدينه الثقافه غدوه ان شاء الله مش تكون فضاء لحملة تلقيح مجموعة من الفنانين من جميع القطاعات الحقيقة الفنية وكذلك المهن الفنية واللي حتى اللي المهن المجاورة اللي عندها علاقة بالعمل الثقافي بصفة عامة. هوني سي محمد هيدي نحكيو على الفنانين بصفة عامة اللي حاملين اللي بطاقة احتراف، ولا كيفاش باش تكون شروط الانتفاع بالتلقيح هذا؟ هو بطاقة الاحتراف معناتها موجودة في مجموعة من القطاعات، من بينها الموسيقى والمسرح والفن التشكيلي، ولكن كل انسان عنده علاقة مباشرة بالعمل الثقافي والفني، وخاصة يكون مسجل في منظومة ايفاكس هو معناتها مسموح ليه انه وماله الا مواطن تونسي مسموح له انه يتلقى التلقيح. وهي في حقيقه العمل هي عمليه يعني توعويه بالاساس، على اساس انه احنا نقولوا انه ربما التلاقه مش تكون من مدينه الثقافه باعتبار هذا نموذج لل يعني للعمل الثقافي، وايضا انه نبشر بكل خير على اساس انه العمل الثقافي مش يرجع لنفسه العادي. فالحقيقه الدعوه موجهه لجميع الفنانين والمثقفين، يعني من المسرح، مسرحيين، كتاب، يعني سينمائيين، ايضا موسيقيين من الفنون التشكيليه، كل القطاعات الفنيه وحتى كما ذكرت القطاعات اللي عندها علاقه بالعمل الفني سواء كان التقنيين في الميدان، الاذاعه، الصوت، واحنا بينا حتى مجموعة كبيرة من الأقطاب الفنية الموجودة في مدينة الثقافة خاصة التقنيين معناتها مش يتمتعوا بهذا التلقيح. في الحقيقة الموعد مش يكون غدوة إن شاء الله، امتداد الساعتين صباحا، امتداد يوم كامل، وهي الحملة هذه هي نقطة انطلاق لسلسلة من يعني حملات تلقيح مش تقول بها وزارة الشؤون الثقافية في برنامجها مع وزارة الصحة خلال الأيام القادمة، خاصة داخل جهات الجمهورية بالتنسيق بين الإدارات الجهوية بطبيعة الحال الصحة والمنديات الجهوية للثقافة. فنقول أنا هي عملية توعوية كانطلاقة لسلسلة من العديد من حملات التلقيح المستمرة في مؤسساتنا الثقافية وداخل خاصة داخل المؤسسات الثقافية داخل ان شاء الله. قل لي كيفاش الاستعدادات اليوم؟ كيف فما استعدادات مليون؟ احنا حضرنا الحق مشكور السيد مدير الجهه للصحه يعني ومجموعه من حق الاداريين في الاداره الجهويه للصحه بتونس كانوا بحضرنا منذ قليل، ووضعنا جميع الامكانيات باش تكون زوز فضاءات اللي هما معناتها نتاع المدخل نتاع مدخل قاعه الجهات وكذلك مدخل مسرح الاوبرا. الاستعدادات الحق في مستوى ما يليق بهذا اليوم التوعوي للتلقيح بفيروس كورونا. ان شاء الله تكونوا موجودين معنا بالتالي. ان شاء الله اكيد نواكبوا، واكيد اللي يمان هي يعني مبادره في الحقيقه هي جات من نقابه الفنانين، وفي الحقيقه هناك ايضا
يعني استعداد من قبل وزارة الشؤون الثقافية وكذلك وزارة الصحة والوزارة الجوية للصحة بتونس على إنجاح هذا الموعد اللي هو كما قلت هي يعني مبادرات ضمن المجهود الوطني يعني للتلقيح ضد فيروس كورونا. واضح. سي محمد الهادي، بفي خنواضحوا للفنانين والموسيقيين والناس الفئة الكل يعني معنية بنهار غدوة، باش يكون فما استدعاءات يعني بار ميساج بإرسالات قصيرة؟ هو اللي مسجل في منظومة إيفاكس هو حتى مع سيد يعني مدير الجهة للصحة إنه حتى إنسان فنان يكون عنده بطاقة تعريف وما سجلش. إحنا أولا في مستوى مشكور إدارة مسرح الأوبرا وفرنا يعني مكان للاستقبال الفناني والتسجيل مع العين المكان حتى يتمتعوا ب يعني عمليه التلقيح. يعني اليوم حدا الناس اللي ما يسمى مسجله وما جاهش مساج ولا مسجله وما جاهش مساج تنجم تتنقل غدوه لمدينه الثقافه. هوني نحكيو على الفنانين راهو مش ناس كل تنقل مدينه الثقافه وتتلقى الجرعه نتاعها ما غير حتى مشكله. واضح. بربي جوست نعاود نوضحوا حكايه بطاقه الاحتراف خاطر جانا السؤال، يعني بطاقه الاحتراف غدوه ماهوش شرط من شروط تلقي تلقيح؟ والله بالنسبه لنا احنا ماهوش شرط، هو في حقيقه الامر ربما معناتها في بلاغ النقابه اليوناني باعتبار انه النقابه معناتها فنانين محترفين، ولكن بالنسبه لنا احنا كل انسان مزاول للنشاط الثقافي والفني خاطر عندنا مجموعه من الفنانين الهواة الموجودين في الفرق المسرحيه في الفرق ايضا الموسيقيه المتواجده يعني بمؤسسات الثقافيه في دور الثقافه، يعني بامكانهم انهم يتلقوا العلاج التلقيح. قالوا لكم على نوع التلقيح ما تعرف تونسي تو ولا مهتم بنوع التلقيح سي محمد؟ الى حد الان ما عنديش فكره الحق، ما تعرف ثم اختصاصات بالنسبه للساده معناتها خاصه واضح قطاع الصحه عندهم هم الدرايه، ولكن اعتقد انه التلقيح الكل هي اكيد اكيد هي ما السؤال هذا ديما نسالوا اول سؤال يمشي صوت ربما يسبب الفعاليه ربما تختلف بدرجه واثنين او ثلاثه، لا لا الكل تلقيح الكل فعاله جوستومون. احنا بالنسبه لنا احنا هو الاقبال على التلقيح، خلينا نرجع لنسقنا العادي وحياتنا العاديه خاصه في مستوى النشاط الثقافي. ان شاء الله دونك غدوه ابارتيغ من 8 نتاع الصباح هكا ولا ينجموا يمشي بمسرح الاوبرا بامكانهم انهم يلتحقوا بمركز التلقيح. واضح. شكرا لك سي محمد هادي جويني، عايشك على التفاصيل هذه كل منسق عام مدينه الثقافه، بالتوفيق لكم غدوه ان شاء الله يوم ناجح. شكرا الى اللقاء. الى اللقاء شكرا لك. دونك احنا مكملين معاكم شويه اخر نمشيو نشوفوا حكايه الموجه السادسه من فيروس الكورونا في تونس. مازلنا خرجنا احنا وصلنا فرحنا وحزنا والنهار ما فيش هذا نسمع بها نريتها وصلنا أربعة بركه لي كنا في الخمسة، فما شكون يقول أربعة لي فما شكون يقول خمسة جوستومون ما تعرفش تو شكون شاد الحساب جوستومون ما تفهمش ما أي وصلنا للخمسة هذايا اللي في بالي موجة سادسة أو خامسة خلينا نقولوا موجة خمسة. أخرى أي ما نعرفش ما نعرفش نعرف أنا ما عرفش يهمني فأنا موجة فأني موجة نحب من بدو عايشين في حتى موجة معناتها هذايا الهدف اليوم من اللي قاعدين نعملوا فيه كل من الأزمة اللي عايشينها إن شاء الله ربي يسترنا شوية أخر راجعين نمشيو نحكيو على الموجة السادسة أو الموجة الجديدة هذه من فيروس الكوفيد 19.